من الرياض يسأل ويقول: ما حكم اجتماع الأقارب لمدة 3 أيام في بيت المتوفى لحاجة ولغير حاجة؟ الأمر غير مشروع. الاجتماع بيت المتوفى وتكليف أهل البيت صنعة الطعام لهم، تقديم الولائم، كل هذا من التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والمشروع التعزية، تعزية المصاب في أي مكان تجده، سواء في المسجد أو في السوق أو في المتجر أو في أي مكان تلتقي به أو في المقبرة، فإنك تعزي، تقول: جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وهذا يكفي. نعم.